مساء الخير. احنا هناخد 10 دقائق سريعة كده، 10 أرقام في حياة البابا أثناسيوس الرسولي. هو عيده كان الثلاث اللي فات، 15 مايو. 15 مايو، مظبوط. Alright. رقم واحد، نفتكر ان البابا أثناسيوس كان ليه هدف واحد في حياته، ان هو يدرس اللاهوت الانجيلي على الاساس الابائي. يعني هو كان بيحب جدا ان هو يعرف عن لاهوت، يدرس عن لاهوت المسيح، وان هو يكون الكلام ده كلام على اساس اللي متسلمه من الاباء. ما كانش ليه هدف تاني خالص في حياته غير الدراسة، وان هو يعرف ربنا بالمنطق ده، ان هو يدرس اللاهوت الابائي. رقم اتنين، هو كان بيعرف لغتين كانوا في الايام دي هما اللغتين السيدين، اللغة القبطية ودي كانت في مصر، واللغة اليونانية اللي هي كان ابتدى ان هو ينتشر بيها الكتاب المقدس او الكتابات بتاعت الاباء الاولين. يبقى نفتكر رقم واحد اللي هو هدفه في حياته كان الدراسة، ورقم اتنين كان بيعرف لغتين. رقم ثلاثة، هو كان التلمذ على يد ثلاثة من أقوى الأشخاص والكائنات اللي موجودة في ساعتها. أول واحد فيهم كان البابا ألكسندروس. البابا ألكسندروس كان البطريرك 19، وهو اللي أخده من وهو شاب صغير جدا، وأخده تلميذ لي وسكرتير شخصي لي، وابتدى أنه هو يتعلم على إيديه. تاني شخصية كانت الأنبا أنطونيوس. الأنبا أنطونيوس كان في راهب في البرية، وهو راح تلمز على إيديه الرهبنة والروحيات كلها اللي أخدها عن طريق الأنبا أنطونيوس، وقعد في الصحراء تقريبا 3 سنين. والبابا أثناسيوس اتعلم في مدرسة الأسكندرية اللي هي كانت منارة العلم في الوقت ده، كان ساعتها بيتعلم كل حاجة عن المسيحية، وبالإضافة طبعا للإيه، الخطابة والفلسفة والأدب والبلاغة، وطبعا أهم الباشن بتاعه اللي هو اللاهوت الإنجيلي. رقم أربعة، هو كان بطل القرن الرابع. كل حياته كانت في القرن الرابع. هو اتولد قبل ما القرن يبتدي كده بسنتين ثلاثة، محدش يعرف بالظبط. وكان عنده 27 سنة لما راح مع البابا ألكسندروس اللي هو مجمع نيقيا اللي هو المشهور جدا، وده كان سنة 325، وكان عنده 27 سنة. واترسم بابا وهو عنده 30 سنة، وقعد على كرسي البابا 45 سنة، ومنهم 17 سنة وهو في النفي. ما كانش ليه مكان معين، اتنقل في اماكن كتير جدا واتنفى في اماكن كتير جدا، منهم 17 سنة، واتنيح وهو عنده 77 سنة. هو بطل القرن الرابع. اي حد يجيب لنا سيرة القرن الرابع على طول هنقول له البابا أثناسيوس. هو جزء من رفاته، وهو دلوقتي في ضريح تحت الكاتدرائية المرقسية في العباسية. خمسة، نفتكر خمسة، هو اتنفى 5 مرات. ال5 مرات دول في اماكن مختلفه، وباوقات مختلفه، ولاسباب مختلفه، ومنها اختياري ومنها غصب عنه. وكل قصه نفي كان قصه كبيره جدا، كان فيها بطل، وكان هو البطل، وكان فيها شخصيه كانت بتحاربه، وكان في قصه طويله كده ينتهي بيه الامر ان هو يتنفي وبعدين يرجع تاني لكنيسته، بناء بقى على ان الامر اتغير، او ان هو يرجع لكنيسته بناء على حب شعبه ليه، واللي هم بيقولوا له لا لازم ترجع تاني. ال5 مرات اللي اتنفى فيهم كانوا ان توتال 17 سنة. رقم 6، نفتكر ان هو كان ليه 6 اعداء،
وطبعا كلمة أعداء مش بالمعنى اللي احنا فاهمينه ان هو بيعاديهم وبيحاربهم، بس كان بيحارب أفكارهم، وهم اللي كانوا بيحاربوه نتيجة ان هو كان بيتكلم كلام إيماني مظبوط ولاهوتي مظبوط، وكان في خلافات كتيرة ساعتها بسبب بدعة أريوس. ودي تظهر أول شخصية هو كان بيعادي أفكارها، أريوس. وكان ده شخص ذكي جدا، وكان طول عمره البابا بيحارب أفكاره. طبعا it makes sense، تلاميذ أريوس طبعا وأتباعه، وطبعا هم استغلوا نفوسهم السياسية علشان يصدروا أحكام ضد البابا أنه هو يتنفي، وطبعا اضطهادات كتير. شخص اسمه يوسابيوس النيكوميدي، ده صديق برضو الأريوس، وبرضو كان ليه نفوس كبيرة جدا في البلاط الملكي. الإمبراطور قسطنطين، وده برضو اسم غريب شوية، لأن احنا نعرف الإمبراطور أنه هو شخصية كويسة جدا، بس كان برضو حارب قديس أثناسيوس فترة، لأن كان بيتسمع ساعتها وتقال ساعتها أن شخصية أثناسيوس حجبت شخصية قسطنطين، فكان في زي شوية غيرة وحط شوية جوه، خلى الملك ياخد قرارات ضد أثناسيوس مرات كتير. طبعا الوثنيين واليهود، وده ميكس برضو سنس، ان هما الوثنيين وجدوا، هما لقوا في التفكير الأريوسي ان هو بيتمشى مع منطق فلسفتهم، وهو اتبنى الفكر ده ودخل عليه طابع مسيحي. يعني ما كانش فيه اصلا الفكر اللي هو الكنسي او اللاهوتي المظبوط، فكان ده بيخدم قضيتهم، وطبعا كانوا بيعادوه جدا، وكانوا واخدين العداوه اللي بينه وبين أريوس حجه. السادس عدو كان اليهود. اليهود برضو كان يهمهم جدا، هما كان ليهم نفوذ كبير جدا في مصر، وكانت جالية كبيرة جدا في مصر، وكان يهمهم ان واحد زي البابا أثناسيوس ان هو اللي بيوحد الكنيسة، واللي هو عايز يطلع الكنيسة بإيمانها الصحيح ان هي تتقسم، وده هيخدم قضيتهم اللي هي ضد لاهوت السيد المسيح تماما. رقم 7، نفتكر ان هو ليه 7 كتابات مشهوره جدا. كتاب تجسد الكلمه وكتاب ضد الوثنيه، دول من اول كتابين كتبهم وهو شاب، واتقال يعني او احنا بنعتقد ان هو كتبهم وهو لسه في اوائل العشرينيات او قبل كمان، لان هو وهو عنده 27 سنه كان اوريدي بيدافع عن ايمان الكنيسه وضد الفكر الاريوسي. لكن تجسد الكلمة وضد الوثنية كانوا كتابين مفهومش خالص أي تحذيرات عن الحاجات دي، فهو واضح أنه كتبهم very early، يعني بداية في حياته الأولية خالص. كتب كتاب عن حياة الأم بنطونيوس، وده make sense برضو، لأن ده شيء جميل أن يتكلم عن حياة المنتور بتاعه والشخص اللي تعلم على دي. كتب مقالات كتير عن الروح القدس ورسائل القيامة ومعنى المزامير، الحاجات دي كلها كانت بتتكتب في شكل مقالات أو رسائل وتتبعت، وإحنا جمعناها في صيغة كتب. وفي طبعا مقالات كتيرة جدا ضد الأريوسيين، وفي كمان نص قانون الإيمان اللي بيسموه ساعات القانون الأثناسيوسي أو الأثناسيوس كريد. 7 كتب، أنا وأنا ببحث عن الحاجات دي ببص فيها لقيت إن في حاجات كتيرة جدا متجمعة من كنيسة سبورتينج في اسكندرية، ومتجمعة وتقدروا تنزلوها PDF وتتقري أكتر من رائعة. رقم 8، هقول لكم على حاجات أنا أول مرة أقرأ المقولات دي اللي اتقالت، في 8 أقوال اتقالوا عن البابا أثناسيوس في منتهى الجمال، ما كنتش أتوقع إن هو الناس بتبقى يعني لما تدرس شخصية بتحبها للدرجات دي، بس هو شخص عميق جدا. العالم أجمع احترم قداسته ونقاوة التعليم، وأنه ملأ الأرجاء بعبير مؤلفاته، ده القديس كيرلس الكبير. الأنبا قزمان، إذا قابلت جملة لأثناسيوس ولم يكن لديك ورقة فاكتبها على ثوبك. دي كانت طبعا بتريفلكت أهمية الكلام اللي الراجل ده كان بيقوله والعلامة ده كان بيقوله. أثناسيوس هو حجر الزاوية في كنيسة الله.
كان أثناسيوس يحكم مصر كلها من المنفى، طبعا 17 سنة وهو بابا الإسكندرية، ومع ذلك كان بيعلم الناس وكان ما بيبطلش ان هو يكتب رسائل وان هو يدافع وان هو يقوي ولاده اللي كان فيه فكر خلاص دخل في الكنيسة بيخرب فيها. أثناسيوس هو المنبر الأعظم والمنبر الأعظم. إن هذا الرجل العظيم قد طبع على الكنيسة طابعا لا يمحوه الدهر. نحن نصور أثناسيوس كما نتصور النجم في السماء. إن الإنسان عندما يقرأ حياة أثناسيوس يتمنى لو لم يمت. وإحنا النهاردة حتى بنقول يعني إحنا نشكر ربنا إن كتاباته دي موجودة علشان نقدر نتعلم منه. الحاجات اللي مش بتوثق ممكن بتتسلم عبر الأجيال، بس كتابتها حاجة تانية. رقم 9 الأنبا أثناسيوس، هو طبعا ليه صفات كتيرة جدا، بس أنا زي حاولت كده أن أنا أشوف الراجل ده بدأ إزاي. القديس ده لو ما درسي ما كانش هيعرف يرد على أريوس، ما كانش هيعرف ان هو يقف مع البابا ألكسندروس ويحاجج. مكرس، كان مكرس حياته كلها للدراسة ولمعرفة الله. إيمانه كان فوق مستوى الطبيعة، كان إيمان جبار ما بيخليهوش يعني ينام ولا لحظة غير لو هو بيوصل فكرته الصحيحة وإيمانه الصحيح للحوالين. كان شجاع، ما كانش حد يقدر يقف قدام كل الناس دي غير لو كان عنده شجاعة رهيبة. احنا النهاردة ممكن نسمع أفكار وكتير وممكن نبقى عارفين ان هي أفكار غلط، ممكن نبقى عارفين ان احنا نرد عليها ازاي، بس ما عندناش الشجاعة الكافية ان احنا نقف ونقول الكلام ده غلط. كان عنده مثابرة وجهاد، لو ما كانش واحد عنده طولة النفس دي ما كانش يقدر برضو يقف قدام واحد حاطط أفكاره كلها في ترانيم وحاطط أفكاره كلها في حاجات بينخر فيها في العقول، حتى عقول الأطفال. عنده قوة احتمال وعدم يأس، هو فضل طول حياته مكرس للفكرة دي. ولولا كل الصفات دي كانت متغلفة بالمحبة. أنا غلط خالص أن أنا أكتبها آخر واحدة، بس هي لولا أن كل الصفات دي متغلفة بالمحبته لأولاده ومحبته لكل الناس اللي حواليه أن هم ما يتعلموش حاجة غلط، لولا أن هو قدر يقف ثابت لحد آخر يوم في حياته. وآخر حاجة ألقابه، إحنا نعرف شوية ألقاب للبابا أثناسيوس. هو البابا أثناسيوس الرسولي، بابا أثناسيوس الكبير، البابا العشرين، حامي الإيمان، طبيب الكنيسة، لسان الكنيسة، قاضي المسكونة، معلم المسكونة. وعجبتني جدا حكاية إن هو ضد العالم. هو كان واحد من يعني كل العالم بيقول حاجة وهو بيقول حاجة تانية خالص، أثناسيوس كونترا ماندم. في لقب عنه ان هو ثالث عشر رسل، بس في ناس بتقول ان ثالث عشر رسل كان بولس الرسول، بس يعني ما اعتقدش ان هو اقل منه برضو اهمية نتيجة لأول بدعة تطلع في العالم ويقف هو قدامها بالشجاعة وبالأثر اللي سابه، وساب لنا قانون الإيمان في الآخر ثابت وواقف لحد النهاردة نقدر نقف بيه في وش أي بدعة. مرسي خالص ليكم.